أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي هاد نوغو عصوب تهي مع السند كسود واد وكاوين نبي أعلن سيدة ميديا وواهبين نمت لاذا سوغل يسوغدو بحساسي اي ناسو سعدو فضلاً نلاتشوك حق حساسي يدقال كي اوغو عسلا أبيد وزير عربي عمر فينش أو ميل سرقاري يوغو آن عرس أو وزارة سو سارتي خلال كسو بحي وزارة دوح برشادة هيداها يتعلن تسرى اي سوماليا يال لغو شاقي ان وزير عبدالله عرب او غرب كميديك اي رئيز الوزارة روب ليهي او لالي قو آنو هري اوغا سو بحي واحد وح برشادة قبل كبنادير اي هو قامي عمر فينش نقل كميد اهور سحافدهتك وزارة دوح برشادة سوماليا او اي عرقتاي ورباهن تا يال لغو شاقي ان وزير كاو بابي يي دمان قرشاد كالليس كالتاريفة دا اي سو قد بيي اغاسين كوح برشادة قبل كبنادير او نصيحي حيدوق مقالة دا مقدش عمر فينش وزارة واح براشادة دالكا ايا سيدو كالشيك تي ايادو اللتيح راعا ايو هير كمدح وينها جمهورية دا ايكو ادن كو تقريفالكا ايو مصوغ ماسو قادوالكا دان تقود غار احان قوبها واح براشادة ورسحافياتكا ايا سيدو كاللقو يري وزارة واح براشادة هيدها ايا تعلين تسرعي سوماليا ايا كم مسؤولة حانتي دا مقورتا دا اي قوبها واح براشادة سيدا اسكولة دا حنانو ينكا ايو حرومها كالدوان اي حفيسيدا ايو وكالدها اي راعسان وزارة دا وحانا عيد كستا كرريبان ايا لغو يري قرال كمان تلاسو ساري ان اي كو تسرروف تو سيدا ان لكيريو اما ان لغا ديگا قوبة اذيگيا كالي لغو فوليو ايادو ان او غلانشيو لغا هيسان وزارة دوح برشادة وقد بنتي وزارة دوح برشادة ايا وح لغا حمادو كو تلمام تاي عليسكي ايا جهوريركي اي ابورتاي ارين تاني عباشادة لغا سو قد بيي مدحدا قران كنا كو ابورتاي والوالكا تاس او كين تايكو آن ندان إن أي سو ساران وحانا وزارة دو أي شيكتي إن مردم بأي أي سن سو لابان دونين أرنتان أوكالي تاني أيا أمو قد تولي ميد مامولك قبل كبنادري وزارة دو أحبرا شادا اسكو حيان درول كدن تقود إيكو يالا عاسمة دا غار أهان كو وزارة دو أي شيكان إيسو إن إيادا هو سيمادان بلسة لغا قعان دافي سيكستبها أهاتي دقال كاني عمر فينيش أو غرب وينك هلي يمدح وينا وقتي كدعي محمد عبدالله فرماجو سيدو كلا وزيرك وحبر الشدا أو غرب كهلي أما با أها غرب كميديك إي ريز الوزارة محمد حسين روبلي أيا إمنك دقال كودي آدو سي عسلا دي إسلام مركاسين وحي غارتي إن وراقها اللي اسكو كلا أود شكتو دينا عكلا عيد مدى أمي سوم غار أهان كو كينيا إيا دقال يهانا كاتيرسان أورو كال الشباب أيا كو دقال لما يديغانو كاتيرسان قبل كجبال هوسي دقال كايا سيقا راي وحا وغد عاي ديغان كتابتا لبدا دينا عيا اسكو اديك سدي هوبك نوعيه دكال دوان دادك ديغان كايا ايا حقيجي ان اي مقليين جوك علوس او اي كتوه ميان ان ايهين قرياها علوس اي قربها لغا تورو يهو بيال كودا عيا حرد اي دقيهين كينياتيا عيدان كينيان كاه اي هول قلادا ميدوغا افريكا او ديوان كشان ايا قدو دي ريدي رساس حوغان او بادان قرياها كو حيران دفاعي دا حرياها اي دقيهين اما لغو الاليو سيدب أهلو ما أغا قصارها كالغاري عيدان كينيا يؤرلك على الشباب أو دقال حوغان كود أحمري هل كاسي مادا ماي أدك تهي إن معلومات لغا دحلو وحي لدى أغو بادن أيا غارتي لبدا دينا حل كا أو كوبين يهي هدي أو جرى قصارة غاري داد كديغان كاهي إي كفوك حريها عيدان كا أمي سوم كينيا إي أورك على الشباب أيا كا آموسان دقال كا كدعي قبل كجبال هوسي سي الله إلى حوكت وحي لدى كدلاتي دقال كاسي دينا عكلا محيكا وضا هدلين روبلي إيا كاليا حقهيها قرامة ميدوبي إي أفريكا رئيس الوزراء حكومة حل غارسين تمودنا محمد حسين روبلي أيا مانتا وكولان كار أي حفيز كيسا كولا قاتي وفدقا كالسعودي قرامة ميدوبي تاس أو أي هقامي نيسي حقهيها قود إي أرمها أفريكا روبلي إيا وفدقاني أي هقامي نيسي أما أجيا روبي أيا كوضا هدلي أرمة دور أهي أو أي وغور رئيس الدورة شدا صوماليا إلا مكوني كوي لباتنكا قرال كومان أو كسوب أي حفيز كرئيس الوزراء أيا وحال لغو شيغي إن كولان كديرة دلغو ساري حقيجين تاقون دا هاوينكا روبلي إيا كاليا حقيا هقود إيا قرامة ميدوبي أفريكا أيا كوضا هدلي خضباء كمديهين arrimaha doorashooyinka dalka gaar ahaan xaqiijinta qoondada haweenka 130 ee golayaasha baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa lagu yiri war kooban oo ka soo baxay xafiiska Roble sidoo kale waxa kulankan lagu soo qaaday mashruucda horumarinta ee qaramada midoobay ka filisa Soomaaliya iyo xoojinta wada shaqaynta dawladda Soomaaliya iyo hay'adda qaramada midoobay waxa sidoo kale kulankan uu goobjoog ka ahaa ergaga gaarka ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya Master James Swam loogana hadlay howlgalka nabad ilaalinta ururka midowga Afrika ee AMISOM ee Soomaaliya gaar ahaan qorshaha kala guurka ah ee dalka si kastaba qaramada midoobay ayaa si weyn u taageerta dawladda federaalka Soomaaliya waxayna si dhow ula socotaa doorashooyinka dalka oo marxalada kala duwan laga soo maray fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media sanadkan 66% dawladaha Afrika ayaa ka qayb galaya isku imaatinka halka 45 wasiir iyo hoggaamiyeyaal kale oo dawladaha ka socda ay xaadiri doonaan Dubai dalkaas isku tagay Imaaraadka Carabta
sida ay warbaahinta hore u daawacday 28kii October 2020ka dawladda Soomaaliya ayaa ka qayb galaysa shirka todobaadka shidaalka Afrika kaas oo maanta ku beegan 8-11 bisha November ka dhici doona dalka isku taga Imaaraadka Carabta madashani oo kulmin doonta wadamo dhowr ah oo dhaca qaarada shirkado caalami ah dad maalgashiyaal ah iyo shirkadaha saliidda dhoofiya ayuu wadan kasta xaq u leeyahay inuu soo bandhigo saliidda iyo gaaska uu haysto ee iibka u ah Soomaaliya waxaa ka qayb galay wafdi oo hoggaaminaya wasiirka wasaaradda petroolka iyo macdanta Cabdirashiid Maxamed Axmed isla markaasina ay xubno ka yihiin agaasimaha guud ee wasaaradda iyo maamulaha guud ee hay'adda shidaalka Soomaaliya kooxda farmaajo hore waxaa loogu eedeeyay in ay joobkooda ku shubteen malaayiin dollar oo laga soo qaaday shirkada loo saxiixay ruqsadaha baarista shidaalka ee badda Soomaaliya wasaaradda petroolka iyo macdanta sidaa furan uma aysan cadeynin qorshaha socdaalkooda iyo xogaha la xiriira qeyraadka ay la wadaagi doonaan shirkadaha caalamiga ah iyo maalgashadayaasha ka qaybgalaya shirkaasi talaabadani oo aan si buuxda loo cadeynin waxaa loo fasiran karaa boob hanti qaran iyadoo laga duulayo marxaladda doorashooyinka iyo kala guurka lagu jiro sidoo kale daahfurnaan la'aanta talaabadan oo aan si buuxda loo cadeyn waxaa loo fasiran karaa boob hanti qaran iyadoo laga duulayo marxaladda doorashada iyo kala guurka lagu jiro sidoo kale daahfurnaan la'aantu waxay ay dhaawici kartaa dadaalkii iyo heshiiskii geeddi-socodka deyn cafinta ee Soomaaliya la gashay hay'adda lacagta adduunka si kastaba ha ahaatee farmaajo iyo tiimkiisa halkaasi xaraash xooggan ayay ku samayn doonaan lacagahaasi halkaasi ka soo gala waxa uu doonayaa in uu doorashada ku gato isla markaasina oo kursiga ku soo laabto 4 sano oo kale dhinaca kale taliye Cabdi Xasan Xijaar oo go'aan culus ka soo saaray muuqaalada TikTok taliyaha ciidanka booliska Soomaaliya General Cabdi Xasan Maxamed Xijaar ayaa si adag uga hadlay muuqaalada anshax xumada ah ee lagu baahiyo baraha bulshada gaar ahaan TikTok iyo burcadda dhaca ka geysta degmooyinka magaalada Muqdisho kadib kulan uu la yeeshay taliyayaasha booliska gobolka Banaadir taliye Xijaar ayaa ugu horreyntii sheegay in muddooyinkii dambe ay aad u soo bateen burcadda dhaca ka geysta magaalada Muqdisho kuwaasi oo dadka shacabka ahi ka furta taleefannada iyo agabkooda gaarka ah isagoo ballan qaaday in tallaabo degdeg ahi laga qaadi doono dadka falkaasi ku kaca sidoo kale taliyaha ayaa ka hadlay muuqaalada anshaxa wax u dhibaya ee lagu baahiyo baraha bulshada gaar ahaan aaladda TikTok oo carabka uu ku dhuftay isagoo ku amray saraakiisha ciidanka booliiska inay wax ka qabtaan dadka muuqaalada anshax xumada ahi ku soo bandhiga aaladda TikTok kulanka ay isugu yimaadeen saraakiisha ciidamada booliiska ayaa waxaa shir gudoominayay taliyaha ciidanka booliiska General Cabdi Xasan Maxamed Xijaar wuxuuna sheegay markii uu ka warbixinayay in kulanka diiradda lagu saaray sidii loo sii adkeyn lahaa amniga caasimada Muqdisho taliyaha ayaa sheegay in muddooyinkii dambe ay muujiyeen dadaallo xoog leh taas oo suura gelisay in wax badan ay iska bedeleen ammaanka magaalada Muqdisho isagoo ballan qaaday inay sii adkeyn doonaan ammaanka xilligan kala guurka ahi ee dalka uu ku jiro xaalad doorasho si kastaba ha ahaatee digniin culus ayuu ka soo diray dadka muuqaalada TikTok anshax xumada ay ku duuba gaar ahaan dhalinyarada ku sugan magaalada Muqdisho saraakiisha ka howlgasha magaalada Muqdisho ayuu amar buuxda siiyey in ay gebi ahaanba soo qabtaan gabdhaha isku qaawiya TikTok isla markaasina baraha bulshada lagu faafiyo ikraan waxay u muuqataa ra'iisul wasaare Roble inuu leelush ka qaatay inuu ballantii nooga baxay marka asan ka sugeynaa afkiisa meesha ku dambeysa asan ka rabnaa kulay balanta uu naga qaado waa ka sugeynaa inkastoo masuul Soomaaliyeed oo balan qaadaba uu ma jirin dhageystow ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka